أرحب بكم مشاهدينا الكرام، وهذه نشرة إخبارية جديدة نقدمها إليكم من قناة مصر التعليمية، وتتضمن أخبار التعليم وسير العملية التعليمية، ونبدأها بالعناوين. الهلالي يقرر إلغاء امتحان التربية الدينية للثانوية العامة. التعليم تصدر كتابا دوريا لاستحداث إدارة للمتابعة وتقويم الأداء. التعليم تضع شروطا ومعايير يجب أن تتوفر في مديري وأعضاء إدارة المتابعة. كما تهيب المواقع الإلكترونية بعدم المساهمة في نشر أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية العامة. مساعد محافظ كفر الشيخ يشيد بالإدارة التعليمية بدسوق والعاملين بالمدارس. توفير احتياجات المراقبين والملاحظين للامتحانات باستراحة فوة في كفر الشيخ. وفد صيني يبحث التعاون في مجال التعليم الفني بالأقصر. تعليم الغربية تنظم مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة. ورشة لأطفال الأقصر لإعداد الزينة والفوانيس احتفالا بشهر رمضان. وأخيرا المركزية للطلائع تختتم فعاليات المعسكر الفني الأول للطفل المصري بالبحيرة. والآن مشاهدينا الكرام مع تفاصيل هذه النشرة، ونبدأها بهذا الخبر، حيث قرر الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرر إلغاء امتحان التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة، وذلك على خلفية تسريب الامتحان قبل بدء الوقت المحدد لامتحان الطلاب بهذه المادة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين في هذه الواقعة. هذا وقد قرر الوزير إعادة عقد الامتحان يوم الأربعاء الموافق 29 من يونيو في تمام الساعة 9 صباحا. أصدر الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر كتابا دوريا بشأن إنشاء واستحداث إدارة للمتابعة وتقويم الأداء بكل مديرية تعليمية وإدارة تعليمية وإدارة تنسيق المتابعة بكل مديرية، والعمل على ضمها للهيكل التنظيمي للمديرية والإدارة التعليمية التابعة لها تحت مسمى إدارة المتابعة وتقويم الأداء. يأتي هذا في إطار أهمية عمليات المتابعة والتقويم الجيد بمختلف مستوياتها في تحسين أداء العملية التعليمية والنهوض والارتقاء بكافة عناصرها، على أن يتم تقييم أداء السادة المتابعين بالمديريات والإدارات التعليمية ومكاتب تنسيق المتابعة من حيث الانضباط وفاعلية الأداء من خلال لجان متابعة من الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء، وطبقا لخطط مرور اللجان، ويتم إرسال تقارير عن أدائهم لسادة مدير المديريات والإدارات التعليمية المختصة. نص الكتاب الدوري الذي أصدره وزير التربية والتعليم
على أن يتعين على مدير المديريات التعليمية ضرورة الالتزام بالشروط والمعايير الواجب توافرها في مدير وأعضاء المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة لها ومدير وأعضاء مكتب تنسيق المتابعة بالمديرية أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل عال مناسب وألا يكون من المؤهلات التربوية إلا في حالة الضرورة القصوى وبعد التأكد من التوجيه الفني بوجود زيادة في تخصصه على ألا تزيد نسبة الاستعانة بهم عن 25% من متابعي الإدارة أو المديرية أو تنسيق المتابعة بالمديرية وألا يقل تقرير الكفاءة السنوي خلال العامين الأخيرين عن ممتاز وألا يكون قد تم استبعاده من أي وظيفة سابقة أو وقعت عليه جزاءات خلال السنوات الثلاثة السابقة. يقدم المرشح ما يفيد ذلك من الشؤون القانونية وشؤون العاملين ويفضل من يجيدون اللغة الإنجليزية مع اعتبار الإلمام بمهارات الحاسب الآلي والتواصل عبر الإنترنت شرطا أساسيا وضرورة تقديم ما يفيد ذلك والتفرغ التام للعمل بالمتابعة وعدم الارتباط بأي أعمال إدارية أخرى على أن تطبق الشروط السابق ذكرها على جميع العاملين بالمتابعة حاليا والمنضمين مستقبلا واستبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط. صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أنه تم رصد عدد من المواقع الإلكترونية التي تروج للتدريب على كيفية إخفاء أجهزة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية لاستخدامها في الغش في امتحانات الثانوية العامة، لذا تهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوسائل الإعلام المختلفة وعلى وجه أخص كافة المواقع الإلكترونية وكذلك نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بكافة أشكالها وأنواعها وكافة الجهات المتعاملة مع امتحانات الثانوية العامة سواء من داخل النظام التعليمي أو من خارجه بعدم المساهمة في تداول أو طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة وأجوبة الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة قبل أو أثناء انعقاد الامتحانات، حيث إن هذا العمل يعد خروجا على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي يعرض صاحبه للحبس 3 سنوات وغرامة 50,000 جنيه، فضلا عن مصادرة كافة الأجهزة التي تستخدم في ارتكاب ذلك الفعل. صرح اللواء أحمد بسيوني مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق صرح بأنه يشيد بالإدارة التعليمية بدسوق والعاملين بالمدارس مؤكدا أنه سيتابع الأنشطة الصيفية بالمدارس. وأضاف مساعد المحافظ أن ما بذله أحمد رمزي السقة مدير إدارة دسوق التعليمية والمعلمين ومدير المدارس عمل يستحق التقدير لحصول الإدارة التعليمية على المركز الأول بين 13 إدارة تعليمية لحصول 14 تلميذا وتلميذة على الدرجات النهائية على مستوى المحافظة. يذكر أنه كرم التلاميذ بحضور سيد أحمد عبد العال عيسى عضو مجلس النواب وحلمي المرشدي رئيس مجلس الأمناء بإدارة دسوق والدكتور عبد اللطيف غريب وكيل الإدارة التعليمية ومحمد كمال أبو نازل مدير التعليم الابتدائي. استقبلت إدارة فوة التعليمية عددا من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين للإقامة باستراحة مدرسة الفردوس الابتدائية وتم توفير كل سبل الراحة اللازمة. وصرح علي فتحي
مدير عام إدارة فوة تعليمية، صرح أنه تم توفير كافة الاحتياجات باستراحة مدرسة الفردوس لتوفير سبل الراحة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين من أسرة ومراتب وملايات ومراوح وثلاجات وتلفاز، كما تم الحرص على نظافة المكان وخاصة دورات المياه وفقا لتعليمات الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والدكتورة منى مصطفى وكيلة الوزارة. بحث اللواء هاني عبد المقصود السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر مع وفد مقاطعة جيانغسو الصينية وبرئاسة مستشار محافظ المقاطعة عن قسم الشؤون الحكومية سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في مجال التعليم الفني وإدخال التكنولوجيا الحديثة لتطوير المدارس. نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية برئاسة فريدة مجاهد وكيلة الوزارة، نظمت مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة بقاعة التدريب عن المديرية لأكثر من 150 طالبا وطالبة من أبناء مدينة طنطا وتوابعها، إلى جانب مراجعات بكل إدارة تعليمية على مستوى المحافظة. ومن جانبها صرحت فريدة مجاهد وكيلة الوزارة إن المراجعات النهائية تركز على الكتاب المدرسي والأسئلة المتوقعة في الامتحان. نظم قصر ثقافة الأقصر ورشة فنية لعدد من الأطفال حول إعداد زينة شهر رمضان المبارك، وذلك بالتعاون بين قسم الدراسات والبحوث وقسم الفنون الجميلة برعاية محمد العدوي مدير فرع ثقافة الأقصر. ومن جانبه صرح محمد فراج مدير قصر ثقافة الأقصر بأن تلك الورش تساعد الأطفال في تعلم الفنون المختلفة، ومن المقرر أن يتم عرض منتجات الورشة خلال شهر رمضان بساحة سيدي أبو الحجاج الأقصري. ومع آخر أخبار هذه النشرة، حيث اختتمت الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة اختتمت المعسكر الفني الأول للطفل المصري تحت شعار أنا من حقي أكون فنان، وذلك بمركز شباب رشيد بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة وبمشاركة 100 من الطلائع. وبدأت فعاليات الختام بوضع اللمسات الأخيرة في المنتجات التي أبدع فيها الطلائع على مدار المعسكر، وتم توزيع هدايا قيمة وخامات متنوعة لكل الطلاب المشاركين. وقد افتتح الأستاذ خالد أبو الريش مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، والأستاذ أنس محمد ممثل وزارة الشباب والرياضة افتتحا المعرض الختامي. وقد تم مناقشة الطلائع المنفذين للأعمال المنتجة، وأعرب أبو الريش عن سعادته وفخره بهذا المشروع، مؤكدا على أن المديرية ترحب بأي نشاط من الوزارة وتعمل لخدمة الطلائع والشباب في كافة الأنشطة الشبابية والرياضية، علاوة على استحداث شعبة فنون تشكيلية للعام المالي الجديد بمركز شباب مدينة رشيد، وتكليف الأستاذة وفاء الطنطاوي بالإشراف على الشعبة. انتهت نشرتنا الإخبارية، أشكركم مشاهدينا للمتابعة، وغدا نلقاكم إلى اللقاء.